شو يعني أعراف؟ مفرد هو لعرف الديك ولا جواز عرفي ولا عادي بالمجتمع؟ عادي، منه لا قانون، منه شيء مكتوب، شيء العالم تعودت عليه، يعني شو التراديشنز تبعنا يعني. هيدا شيء بخص المجتمع أكتر. ناس بتتدخل بأي موقف أكتر، إذا اثنين ماسكين إيدين بعض بالشارع بتصيروا بيحكوا عليهم، أو إذا واحد بيسرق شنطة ست. اثنين ماسكين إيد بعض في الشارع. اثنين ماسكين إيد بعض في الشارع. أو عم يبوسوا بعض أو عم يعملوا شيء بيتدخلوا بيتحشروا أكتر. بيعتبروا حالهم إنه خايفوا على حالهم مشان هيك ما تدخلوا إذا واحد سرق واحدة، بس إذا اثنين مسكوا إيدين بعض ويعيبشوهم وبقلب السوق وكذا. لا ما بتصور بعدنا بمحل إذا اثنين مهدين إيدين بعضهم بيتدخل المجتمع. أكيد بيسرق شنطة ست، أكيد لازم الواحد الكل يتدخل. بس يكون اثنين ماسكين ايديهم بيطلعوا فيهم وبيحكوا عنهم عن بعيد بدون ما يتدخلوا بدون ما يقربوا، عم بحبوا بعضهم، يعني هون قمة السلام. شو بجيب علقة بيناتهم؟ اذا حدا قال لك انه لون يمكن الكالسات او اللي انت لابسه مش على ذوقه، شو بتكون ردة فعلك؟ بقول له ميرسي على رأيك بس انا ما اقتنع باللي فيه، عندي مراية بالبيت وبعرف حالي. ما برد تجاهل، بتجاهله. اذا كان حدا قريب علي باخذ نصيحه عادي، يعني هو عم يحكي مشاني، بس اذا غير هيك صراحه ما بيعني لي ولا ممكن افكر ليش. انا لابس شيء مقتنع فيه، اكيد لو ماني مقتنع فيه ما راح البسه. اكيد حياتي لإلي وانا بقرر اعمل كل شيء بدي اياه. كلام الناس بياثر فيك لحد وين؟ مش باخذ بكلام الناس الصراحه، كلام الناس اصلا ما بيأثرش فيه. 80% ما بيأثر فيه، بالباقي اذا بيجرح ايه. بس يحكوا كلام الناس بقصص شخصيه اكيد بتأثر فيه. كان قبل يأثر فيه، هلا ابدا ما فرق معي. دخل قلبك نور جديد. أكيد في يوم وانت ماشي سمعت مصطلح اسمه الأعراف الاجتماعية، ويمكن وقتها مركزتش وقلت دي أكيد شبه العادات. هي أكيد ليها علاقة، بس خلينا بسطها لك. الأعراف ببساطة هي مجموعة قواعد خاصة بمجتمع معين، ولا هي ضد القانون ولا شرط إنها تكون صالحة لكل وقت وزمن. زي مثلاً إن مجموعة من الناس يتفقوا على شوية قواعد وشروط ما بينهم يلتزموا ويمشوا عليها، وساعات بيكون هو قانونهم اللي عندهم استعداد يكسروا حتى القانون الفعلي عشانه. تخيل، المشكلة الحقيقية بقى بتبدأ مع ذاتية الفرد، بمعنى إنه حد قرر يخالف العرف ده، وهنا مش شرط يكون بيعمل حاجة غلط، ده جايز يكون بيساعد حيوان أليف يعدي الشارع. الشخص ده بيكون منبوذ ومش مرحب بيه، ولو عمل حاجة الناس مش متعودة خالص عليها ممكن يتأذي. هل اختلافي بيهدد أمني؟ وهل لازم أمشي ورا كلام الناس وخلاص عشان أريح دماغي؟ ولا الحياة تستحق إني أفكر وأخد مواقف شخصية وأتعلم إزاي أدافع عن حقي في كوني متفرد وعلى حق؟ دخل قلبك نور جديد. ورجعنا لكم مرة جديدة في برنامجكم دخل قلبك نور جديد. الصراحة أنا مش عارف هو في غلط ولا ما فيش غلط في الحلقة هاي، لأنه في كتير معايير صارت تطلع إنها غلط وبعدين نكتشف بعد فترة إنها صح، أو المجتمع خلاها غلط، أو رأي الناس في الموضوع هاد خلاه صح وخلاه غلط. المقاييس اختلفت والمعادلة بطلت زي زمان إنه واحد زائد واحد يساوي اثنين. عشان هيك سمحوا لي اليوم أرحب بالدكتور هاني سامي، مدير في التدريب والتطوير، اللي بده يفضلنا الاشتباك شوي في الموضوع اللي حاصل، وين الغلط صفة. منورنا دكتور. أهلا بيكم. اسمح لي أبلش معك الحوار في أول سؤال. ليش صرنا نرفض أي إشي جديد أو أي إشي مختلف؟ يعني لو في إحنا قاعدين هون ودخل علينا حد جديد فعلى طول رفض، أو هذا الإشي مش بس لأشخاص، لتصرفات، لعادات، لأشياء، إحنا صرنا عندنا ثقافة الرفض على طول من غير ما نفهم. أولا أهلا بيكم. هي أهلاً فكرة بيكم. الرفض لأي شيء جديد يعني دي حاجة موجودة، يعني في نوع من الفوبيا اسمه نيوفوبيا. نيوفوبيا هو الخوف من أي شيء جديد. أيوة. الخوف بيجي من ان احنا في حاجه اسمها كومفورت زون او دوائر الراحه، في حتت معينه احنا مستريحين ليها. تلاقي الاطفال الصغيرين في مجموعات معينه هم بيستريحوا قوي مع بعض، شلل مجموعات معينه، فاحنا بيبقى في دوائر من الراحه دي بنبقى مستريحين لما نبقى شبه بعض. وانس ان بقى في حد جديد ابتدى يدخل مجموعه او ابتدى يبقى في تغيير، فده بيقلق الراحه بتاعتي، بيعمل زي اضطراب. طب دكتور خلينا برضو نبسط الأمور ونوضحها تدريجيا. هو يعني إيه اختلاف؟ بصي، الاختلاف، فكرة الاختلاف جاية من أن أنا اختلاف عن العرق، اللون، الجنس، الدين، مستوى الثقافي، مستوى الاجتماعي، كل الحاجات دي شخصيات نفسها مختلفة. يعني إحنا كلنا إحنا قاعدين إحنا الأربعة هو في البرنامج، كل واحد فينا ليه شخصية مختلفة عن التاني. فالاختلافات دي حاجة يعني مجال ممكن يبقى للتنوع وممكن يبقى مجال للخلاف. خليني اقول لكم دراسه اتعملت في جامعه من الجامعات الكبيره اسمها جامعه ميريلاند.
الجامعة دي أنا عايز أقول من الإكزامبل ده إيه أو المثال ده إيه؟ ميزة الاختلاف وميزة التنوع. الدراسة دي اتعملت على مجموعة شركات، الشركات دي كان مستوى المديرين فيها أو الليفل بتاع المديرين فيها كانوا معظمهم رجالة وكانوا على مستوى عمري معين كويس، يعني كانت أعمارهم كانت كبيرة متقاربة وكبيرة. ابتدت الشركات دي تعمل نوع من التغيير ونوع من التنوع وابتدوا يغيروا في الأعمار وفي المديرين، بدل ما كانوا رجالة ابتدوا يدخلوا فيميلز أو سيدات، وابتدوا يقيسوا حاجتين: نسبة الابتكار والربحية بتاعت الشركات دي. ابتدوا يلاقوا ايه؟ ان بعد ما دخلوا أعمار أصغر ابتدوا يدخلوا سيدات، ابتدوا يلاقوا انه في نسبة المشاريع الجديدة ابتدت تزيد والإنتاجية ابتدت تزيد وبالتالي الأرباح ابتدت تزيد. عايز أقول إيه؟ إنه أحياناً الاختلاف بيبقى ميزة والحاجات الجديدة بتبقى فرصة للتنوع. حتى وإن كانت الحاجات الجديدة دي ممكن يرفضها المجتمع تكون جديدة من ناحية إنه تحت سقف الحريات، فالبعض يشوفها بشكل مبالغ فيه، بشكل لا مش مبالغ فيه، يعني هنا بيحصل بقى اختلاف على الاختلاف. حلو قوي، سؤالك جميل قوي. هل ثقافة المجتمعات دايما صح؟ يعني رأي المجتمع مش في كل الأحوال، مش في كل الأحوال. ليه بقى؟ احنا بنجيب ثقافة المجتمع دي منين؟ خلينا احكي لكم قصة بسيطة كده، يعني الحاجات دي بتشد الشباب وبعد كده نقول الإجابة. فكرة الفيل بيربوه ازاي او بيعلموه ازاي في السيرك. اوكي، بيعملوا حاجة جميلة قوي معاه، بيجيبوا الفيل بيروحوا رابطينه في سلسلة حديد. كويس، السلسلة الحديدي ليها قطر معين، بيبتدي الفيل وانس ان هو وصل لاخر قطر الدايرة بتاعته او السلسلة يبتدي يحصل فيه حز في رجله فيبتدي يبقى فيه ألم، فيعرف ان اخره هو اخر السلسلة دي، فبيعملوا معاه حركة ايه مش ولا بد، يروحوا جايبين الفيل ده ويدوه لطفل صغير بحبل صغير كده ويبتدي يلف حوالين السيرك. اللي بيحصل ان يبتدي الفيل يشعر انه خلاص انا تمام، انا حر، انا بتحرك براحتي، يروحوا جايين تاني ويروحوا رابطين. بيعملوا حاجه جواه اسمها limiting beliefs او حدود لطريقه التفكير بتاعته، فيبتدي الفيل ده يكبر وهو اقوى الحيوانات ويقدر يكسر السلسله الحديد وكل حاجه، بس لكن يصدق انه ما يقدرش. يصدق انه ما يقدرش. ايه اللي بيحصل فينا؟ بنبتدي نتربى جوانا limiting beliefs. بتيجي منين؟ دي حته بقى الرابطه بتاعت المجتمع. مثلا حاجه من الحاجات اللي بتشكل الثقافه بتاعتنا الامثال الشعبيه. شوفي كم الأمثال الشعبية اللي فيها limiting beliefs وكلها متناقضة، يعني على حسب مزاج الشخص هيستخدم. إيه مثلا أمثلة شعبية؟ خليني أقول لك مثلا الباب اللي يجي لك منه ريح سد واستريح مثلا. دور ورا الفكرة اللي وراه. إيه الفكرة اللي وراه؟ إنك ما تعفرش في حاجة ممكن يكون فيها مشكلة أو فيها مش مشكلة فيها تعب، ما تعفرش، استسلم. يا ما ناس ضيعت فرص عشان خاطر الامثال والحاجات، الافكار اللي بتترمي في الامثال دي. الامثال قويه قوي كده، يعني بتشجع كتير. المنحوس منحوس، اللي مش عارفه تعوز وشه بكره تعوز قفاه، فتفضل طول الوقت. حتى الناس اللي بتضرك مش عايز تبعد عن اي حاجه، بقى في حاجه كتير قوي. كم افكار كتير، والحاجات دي صح ولا غلط؟ ده غلط. طب معلش، بس برضو انا مش لازم يعني اطلع عن فكره انه المجتمع بيربطني في شويه اشياء. يعني ماشي، انا بحكي لك انه في بعض الاشياء غلط او مش غلط، يعني مش مقبوله مجتمعيا، بس انا ما بنفع، يعني لازم اضل ضمن المجتمع هذا اصلا، البيئه تبعتي والمجتمع والناس والعادات والتقاليد كلها اشياء حتى لو كان فيها اشياء انا شايفها مش 100% صح، بس انا ما ليش اطلع منها؟ يعني بعمل كونسلنج لحد او مشوره لحد. اوكي، الحد ده عندها سن معين وما اتجوزتش، فابتدت ما تروحش الافراح عشان ما تسمعش كلمه ايه عقبالك احنا نفرح بيك امتى. هي بس مش عايزه تروح عشان كده، عشان الكلمه دي. انت متخيله قد ايه والكلام ده مؤلم جدا، مؤلم جدا. وعلى فكره انا متفهم يعني حقها. تلاقي في بلاد مثلا في الصعيد انه في اعمار معينه لازم تتجوز في سن معين، ومش عايز اقول الكلمه اللي من يعني من اربع حروف اللي هي ما اتجوزتش عند سن 22 عند 25، ما كل بلد بقى بتحط معايير او فمين يا جماعه اللي حط الحاجات دي؟ مين اللي قال ده صح؟ الشبكه النيش لا، عشان محدش يقول حاجه. اكمل عليك على النقطه بتاعت فرحان، انه في بعض الاحيان بنعمل بابل جوه المجتمع، نبقى فيها براحتنا، نقبل اختلافنا، نطلع قدام المجتمع نمشي معاهم.
يعني جوه الكومباوند براحتك يا حبيبتي، بره بس هنغير شويه معايير وافكار واخلاقيات. بعض الاسر على فكره ابتدت تلجا، وبعض الشباب بقى كده. طب ما ده مش عشان غلط، مش انا اتماشى مع المجتمع. ما ده بقى ديبيت او يعني حل. حاسه انه مش غلط في المجتمع اللي انا فيه احترم قوانين وحتى في طريقه اللبس، حتى لو انا في اللغه واللفظ، وفي مجتمع تاني او في دايره تانية، هل ده تكيف ولا تلون ولا اتنفاق ولا ازدواجيه؟ يعني فضلنا الاشتباك. في نوع من، لازم يبقى عندي نوع من الافراز. يعني ايه الافراز؟ في فرق ما بين ان انا بتلون، وفي فرق ما بين ان انا ليا الفاليوز والمبادئ بتاعتي، يعني ليا القيم والمبادئ بتاعتي. انا ليا مبادئ والقيم بتاعتي، بس بتكلم معاك باللغه اللي انت تفهمها، هل ده تلون؟ بس انا قيمي ومبادئي هي هي، وهي دي فكره قبول الاخر. يا جماعه احنا، انا مش شرط ابقى انا زي مارينا، ابقى انا زي فرحان، لكن انا ممكن اقبله. اقبل ان هو بيفكر بطريقه مختلفه عني. acceptance doesn't mean agreement. القبول ليس معناها الموافقه. ان انا اقبل ان احنا نختلف في الراي واحنا قاعدين بنتكلم، ده مش معناه ان انا موافق على كل حاجه بتقوله، ولا ان احنا حتى لازم نوصل لاتفاق. بس احنا عندنا اصل الاختلاف بيفسد للود قضيه. ليه بقى؟ ايه رايكم انتوا؟ ده لو اختلفوا على ستاره قبل الفرح بتقلب بخناقه، بتقف الجواز. يمكن باخد الراي ده بتبناه كانه انا، يعني يعني فانت لو هترفض رايي هترفضني انا ككل. بشخصانه مثلا، او رايي فكره انك ما تشخصنش المواضيع. ده رأيي يعني. ارفض رايك، بس عندي فضول اعرف بقى رايي. انا موافقك 100%. احنا بنخلط ما بين حاجتين احيانا. انا عشان كده بقول لكم، كنا بنقول في الاول ان احنا بنميل للناس اللي شبهنا. ليه؟ لانه مش هيعترض على رايي. انا ومينا واحنا شبه بعض، مش هنعترض، مش هنختلف. انا موافق، انت جاي لي في دايره الكنترول بتاعتي، فانا مش مختلف معاك. بس القريبين بقوا يختلفوا، وبقت الخناقه انه طب انا مثلا اختلفت مع راي جوزي في حاجه تخص حياتي او تخص البيت، او اختلفت مع مامتي على حاجه تخص مثلا اخش كليه ايه. هي قالت وجهه نظرها وانا قلت وجهه نظري، كل واحد محترم التاني. الاختلاف باخلاف ومشكله. بصي، احيانا يعني انا بوافقك الحته ديت، احنا احيانا كاهالي، انا اب، فان احنا بنحاول نجنب اولادنا المشاكل والخبرات اللي احنا قابلناها، فبنحرمهم من هم يجربوا. يعني انا عايز اجنب ابني شويه حاجات انا وقعت فيها، فابتدي اعمل ايه؟ ابتدي اقول له لا، انت هتمشي في الطريق ده، انت هتعمل كده، انت تخش الكليه دي، انت هتعمل حاجه فلانيه. انا هدفي كويس عشان بس ما أيوة. يعني ما نقصوش على الاهالي. أيوة. حب وخوف، لكن انا عملت ايه في الاخر؟ اجبرته عايش. يمكن انا او شتته على الاقل. انا ما قبلتش رايه، انا ما خليتوش يعيش الحياه اللي هو كان مستقل، انا بس مستأمن عليه، لكن هو مش بتاعي. هو حر يعيش الحياه اللي هو عايزها. حلوه قوي. مش بتاعي دي. لا مش دي بتاعي. عايزه حلقات. هو كل حاجه احنا قلناها النهارده حلقه. ايوه عايزه حلقه. للاسف احنا انبسطنا قوي. للاسف الوقت خلص. حقيقي انبسطنا. فعلا انبسطنا جدا. دكتور هاني، شكرا جدا. نشكرك جدا جدا على اللقاء وعلى الاضافه وعلى انك فتحت مواضيع. اتمنى كل حد بيشوفنا لو في حاجات نكشناها في دماغك ومواضيع وصراعات، ما تبطلش تدور وراها، وما تبطلش تبعت لنا وتشاركنا، لان احنا متحمسين جدا ان احنا نشارككم. وما تغيروش، احنا لسه مكملين. دخل قلبك نور جديد. باخد السعادة اللي بتحصل لي من أي حاجة أنا بعملها من حبي ليها، مش من آراء الناس اللي حواليا. أنا بسابق رالي بقالي 8 سنين، واخدة بطولات على مستوى الجمهورية، بطولات في العالم. كنت أول جمهورية في 2016، تاني جمهورية في 2014، تالت جمهورية في 2018. ما سبقت في الإمارات، المغرب، الهند. كنت أول بنت بتسابق في السعودية. سبقت بالعربيات وبالموتوسيكلات. My House Bus دي فكرة كنت بقالي 7 سنين نفسي أحققها، إن يبقى معايا بيتي في كل حتة في مصر، جميلة طبيعية، نفسي أقعد فيها أكبر وقت ممكن، تبقى كل الفاسيليتيز معايا فيها. باب الاوتوبيس ليه لوك من جوه ومن بره، وما حدش بيدور الموتور الا انا بس بكود معين. ريسبشن عباره عن كنبتين، هنا المايكرويف، حوض، هنا الترابيزه دي بتاعه السفره، دايننج، وفي نفس الوقت مكتبه، بوتاجاز، التويليت، الاوضه بتاعتي، السرير. بلم مساحه كبيره جدا، هيلم كل هدومي الاساسيه اللي انا اكتشفت ان انا عندي هدوم كتير جدا مش بستخدمها. كونسبت المينيماليزم اللي هو
الواحد بيستخدم بجد اللي هو بيستخدمه، بس اول رقم الناس بيتخضوا منه هو مبلغ الاتوبيس نفسه. الاتوبيس نفسه ب 100,000 جنيه موديل 95، لان انا مش هسافر بيه كتير، مش هيشتغل يعني كل يوم بيسافر على الطريق. يعني لو كل الناس اللي حواليا قالوا لي ايه الفكره ديت مش حلوه، وممكن فعلا قبل ما اشتري الاتوبيس كنت بسمع اراء الناس كلهم ما كانوش مؤيدين الفكره، فانا مش هعمل حاجه انا بحبها. انا طالما ان الحاجه لا هي حرام ولا هي عيب، فاعمل اي حاجه انت نفسك فيها وما يهمكش خالص راي الناس. راي الناس هيبقى يتقلب على النقيض تماما لما يلاقوك ناجح فيها. دخل قلبك نور جميل. من واحنا صغيرين بنتربى على اعمل وما تعملش، بنتربى على الحلال والحرام، ومش بس دينيا لكن كمان في ثقافتنا وفي تربيتنا مع اهالينا دايما يقولوا لنا ويحطوا لنا كده قوائم ولست ان ما تعملش كذا واعمل كذا، او اعمل كذا في مواعيد وما تعملش كذا علشان مش عارفه ايه اللي هيحصل فيك وفيك وفيك وفيك. بس الحقيقه لما بنيجي نقارن اخلاقنا بكميه اللست بتاعت الهرمونيات اللي عندنا عمرنا ما بنركبهم على بعض، عمرنا ما هنقول ان الشخص اللي اتربى على الحاجات الحرام دي وعلى كميه اللست بتاعت ان ما تعملش هو نفس الشخص اللي بيعمل نفس الحاجات دي، وكانه بني ادم فالص مش حقيقي. في فيديوهات منتشره الايام دي على الفيسبوك، او هي منتشره عندي يعني، بيعدي ولد في شوارع نيويورك معاه جهاز اختبار للالماس، بيعدي وبيوقف الناس اللي لابسين الماس خواتم كبيره او لابسين سلاسل كبيره، وبيطلب منهم ان هم يقولوا له جايبينها من فين وسعرها كام، ويطلب منهم ان هو يقيس الالماس ده سواء كان حقيقي او لا. بيبقى غريب قوي لما الجهاز بيتحط على حته الالمازه ويتقال ان ده ازاز، مع انه شكله شكل الالماس وتقريبا مرسوم نفس الرسمه بتاعته وبيلمع نفس اللمعان، بس هو ازاز مش الماس، ملوش نفس القيمه ولا ليه ثمن. هي نفس الفكره مع القوائم اللي احنا بناخدها للمحرمات واحنا صغيرين، لو احنا ما تفاعلناش معاها وعشناها بطريقه حقيقيه هتبقى فلسه ومش هيبقى ليها اي لازمه. عشان كده بولس الرسول لما كان بيقول على فكرة الحرام والحلال كان بيقول ان كل الاشياء تحل لي بس ليس كل الاشياء توافق، كل الاشياء تحل لي لكن ليس كل الاشياء تبني. هي دي الفكرة، ايه اللي هيوافق حياتي كمسيحية وايه الحاجات اللي هتبنيني؟ كل حاجة محللة ليا بس مش كل حاجة ينفع اعملها. الاخلاق المسيحية مبنية على علاقة وشركة مع الله، مبنية على حب ما بينك وما بين ربنا. فأهم وصية الله سابها للشعب قال له حب الرب إلهك من كل قلبك وفكرك ونفسك. هي دي نفس الفكرة، انت لو بتحب ربنا قوي مش هتعوز تزعله من غير ما يقولك اعمل وما تعملش. انت هتبقى فاهم كويس قوي طبيعة الإله اللي انت بتعبده، وهتبقى فاهم كويس قوي طبيعة الحياة اللي انت مفروض تعيشها مع إله جميل بالشكل ده. دخل قلبك نور جميل. في حاجات كتيرة جداً بتحصل في مجتمعاتنا ومجتمعات ناس تانية، في ناس خلتها صح وهي أصلاً غلط، وحاجات غلط وناس خلتها صح كمجرد ان هم تربوا عليها وعاشوا فيها سنين كتير، مفكروش هي كانت صح ولا كانت غلط، هم حبوا زي ما تربوا عليها يربوا كمان ولادهم عليها. زي انك تشوف حد بيضرب طفل صغير في الشارع تيجي تقول له انت بتعمل ايه، يقول لك لا ابوه هو حر فيه، بدل ما حد يقول له غلط اللي انت بتعمله ده، غلط انك تعمل كده. في حاجات تانية كتير لازم تتغير ونشوفها، حتى لو احنا كنا تربينا عليها لازم نغير نفسنا احنا عشان نعلم اولادنا الصح. مش مهم احنا تربينا على ايه، القاتل فهو عنده مبرر انه يقتل مش معنى ذلك ان هو ده صح، واللي بيسرق ما عنده مبرر انه يسرق ان ظروفه الماديه صعبه مش معنى ذلك ان هو صح. عشان نطور مجتمعنا لازم نعرف هو ايه الصح وايه الغلط، مش مهم الناس هتشوفه ازاي، مش مهم رد الفعل اللي يحصل حوالينا ايه، المهم ان احنا نتصرف صح في الوقت الصح، مش لازم نخاف من الاكل. لمشاهده الحلقه الكامله زوروا سات 7 بلس.